أنا كنت قبل 2014 كنت إنسانة يعني هادئة نوعا من أن أشعر بالخجل. هاي المهنة حبيتها لأن مهنة إنسانية، كنت أحب أساعد الناس، يعني حبيت مهنة الطب لأن نتيجتها أنه تشفي جراح الناس. نزور الناجيات دائماً بالمخيمات حتى نعطيهم دعم نفسي واجتماعي أكثر، يعني أشيل حاجز القلق والخوف وكل الحواجز بيناتنا. كان بسبب أنه أنا يزيدية، يعني صار ثقة بيني وبين الناجيات أكثر. نفسك سكوكا حبالك سكو سخوشكا ويمات كوتا مهما كيفا ما تاتي وكا خوشكا وعلاج دانا مال باخد علاج الهين دانا ما بيئدي شمارة تفسير لك تشتجي هذا. صح، يعني انه انا متألمة من الموضوع، لكن ينطيني قوة وإصرار أكثر على العمل حتى أساعد، يعني مو بس مستقبلا الناجيات اليزيديات، لأن أي مرأة تحتاج بالعالم أكون سند إلها، أنه أقدر أرجع فعلا أنه الروح جسد أي إنسان حقيقة. يعني هذول الناجيات أعتبرهم جديات بطلات.